رأيك ايه في يا اللغة رب. اللبنانية؟ انت سمعت نانسي اهو، رأيك ايه في انت بتقولي انك بتحب بتسافر وبتاع جدا وبحب لبنان جدا جدا، رأيك ايه في اللغة اللبنانية لما تسمع؟ انا اسف مش عاوز بس يفهموني غلط، بس بحس ان هم بيهزروا، بحس ان اللغة بتهزر يعني. انه اللي هو بعد شوية اللي هو احنا كنا بنهزر معاك، احنا ممكن نتكلم عادي او الكلام ده، لانها يعني فيها ستريتش عجيب كده شويه. تمام، انا ما بفهموش يعني، اللي اعتقد ان هو المساله ممكن تبقى اسهل، بس هي طبعا لكنه ولغه والكلام دوت يعني. بتليق على ناس جدا خلاص، وخصوصا البنات او الستات او الكلام ده، وما ساعات ما بتليقش على الرجاله شويه، لانها بحس ان هي اقرب للفرنساوي، لان احنا ايام الفرنساوي الكلام ده كنا بنقول انها اللغه المدلعه زي ما بتقال يعني، او الكلام ده. بس طبعا ليهم لغاتهم، وانا لما سافرت لبنان سعدت جدا باهل لبنان، وهم بيحبوا اللغه المصريه جدا. ده حقيقي، وبيحبوا المصريين جدا، واحنا بنحبهم جدا جدا. بس انت لو عملت عمل طلب منك مثلا انه لهجه شامي، لهجه خليجي، من شويه كنت بتقول لي انا عايز اعمل صعيدي، يعني ممكن اللي هو تبقى فيه كام جمله كده معلمه معاك طبعا وتعرف تقوله؟ طبعا. طب يلا اهو شفت بقى، قول لي جمله شامي خليجي، انت لسه جاي من دبي، حاجه كده خليجي الاول وبعد كده الشامي بعده. شو؟ لا شو دي شامي. طيب احنا قلت ماشي شامي ماشي شامي شامي. طب يلا مش شو بس، انا عايزين جمله. ديما الحاج دي كانت بتمثل معايا كل مشاهدها في الفيلم، عايز افتكر لان كان عندها لازمه طبعا. وفي كيفك، شو كيفك بالاداء يا فندم، عايزين بالاداء يا فندم. لا عايزين بالاداء يلا. طب لو عندكم جمله انا اقولها لكم. عايد باللبناني وعايد بالخليجي، عايد على الناس. كل سنه صح؟ ايوه صح. ايوه كل سنه. كل سنه شايفني. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه انتم بخير، كل سنه انتم كل سنه انتم مهضومين، كتير مهضومين. حلوه دي.